السلام عليكم. بالنسبة للتسجيل في مباراة جنود الصف بالقوات المسلحة الملكية اللي بطبيعة الحال راه خارجة حاليا، وكاين آخر أجل باش تسجل فيها هو 25 أكتوبر، في آخر الذكور فقط، كاين بزاف ديال الدراري داروا أغلاط، كيديروا إما كيدير هو كيدير الأغلاط، أو لا كيمشي كيتسجل عند منسيبير توا كيغلط ليه. والغلط اللي هو كارثي بزاف هو أنك تغلط في الجيمايل ديالك، الجيمايل اللي هو البريد الالكتروني، علاش؟ حيت هذاك الجيمايل هو اللي كيتواصلوا معك فيه الا تم الانتقاء ديالك باش تدوز الكونكور، راه هو اللي كيصيفطوا لك فيه ديك الاستدعاء. كتدخل نتايا الجيمايل كتيليشارجيها وكتشوف فيها التاريخ والمعلومات والبطاقه اللي خاصك تجيب، والسونتر اللي غتمشي غتدوز فيه المباراه. انت اصلا سجلتي به غلط، او لا نسيتي شي حرف فيه، او لا اصلا بلا جيمايل مثلا المعلومات ديالك مشيتي إيه، ما عرفتش علاش بزاف ديال الدراري كذلك كيمشي البلاصه ديال لاكارت ناسيونال، كيمشي يدخل ديال باه ما كيدخلش ديالو. انا ما فهمتش بعدا علاش. المهم درتي على العموم، حنا الموضوع ديال الفيديو هو انك غلطتي في التسجيل وبغيتي تصحح ديك المعلومات، او لو بغيتي دير اعاده التسجيل. كما تعرفوا اعاده التسجيل ما كايناش، حيت الا بغيتي دير تعاود تسجل مره اخرى تيقول لك ديزولي راك ديجا كاين، حيت كي في السيستيم اوتوماتيكمون كيعرفوك ملي كتجي كتدخل لاكارت ناسيونال ديالك، اوتوماتيكمون تيقول لك راك ديجا مسجل. والمشكله عاوتاني انك ما كتقدرش تموديفي المعلومات ديالك. انتو مثلا ملي كتدخل الحساب ديالك بالجيمان مود باس، كتمشي للحساب بحال هكا، انا رديته بالعربيه باش كلشي يفهم، كدير ملف الشخصي. واحد القضيه، واخا تدخل الملف الشخصي كتلقى بعض المعلومات طارو، ماشي مشكل، هذوك ما تديش عليهم. المهم انت عليك انك في الاول عمرتي داكشي كامل، هما راه داكشي راه مسجل عندهم في الباز دوني. احنا كندوي غير على موديفي ما كايناش، بالخصوص الا غلطتي في داك غلطتي في الجيميل ديالك. كيفاش انا خصني ندير بعدا باش كنتاكد من النصيب اللي قدم الترشيح؟ كتمشي الحساب وكتمشي لمبارياتي، ملي كتلقى بحال هكا مباراه ولوس كذا 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 عسكري المركز الاول جنيد الحاله جاري، يعني راك قدمت الترشيح ديالك صافي. المشكله اللي فين عندك هو كيفاش انك تصح هذيك المعلومات. شنو غادي تجي دير؟ تدخل الحساب ديالك، كتمشي للتواصل، يا اخي التواصل، اولا الاتحاد بالفرنسي تلقى كونتاكت، كدير تواصل. هادشي هذا ما عندك ما دير بيه لهنا، كتجي كتلقى واحد النمره ديال التليفون، كتلقى واحد الجيمايل. اول حاجه صيفط بعدا الجيمايل هو الاول، قول لهم كدا بطبيعه الحال غتذكر المعلومات ديالك، السميه الكنيه كدا، هادي راني تسجلت في المباراه. المهم هادشي كتبوه بطبيعه الحال بالعربيه، وغلطت في الجيمايل وبغيت نمسح الكونت ديالي ونعاود نسجل مره اخرى. صيفطها بعدا في هذا الجيمايل، وعاد هضر معاهم في التليفون. ملي تبغي تهضر في التليفون راه ماشي غتهضر باللي باغي تهضر مع 6 د العشيه، اوقات العمل راه هو 8 ونص 4 ونص، ومن 2 للجمعه ما تهضرش معاهم عاوتاني في الويكاند. غدا مثلا مع داك 9 د الصباح 9 ونص 10 تهضر معاهم، تقدر تلقى الخط عامر شي حاجه، المهم هضر وتكون انت موجد المعلومات، تقول لي راني تسجلت ولكن الجيمال راه خطات في الجيمال او خطات في شي حاجه، وبغيت نمسح داك التسجيل القديم ونتسجل مره اخرى. وديك الساعه الا طلب منك شي معلومه تكون انت موجه، مثلا طلب منك النمر ديال لاكارت تكون عندك. المهم هذه هي المعلومه اللي بغيت نبارطاجي معكم في هذا الفيديو، وانتم كذلك بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم.